إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟, بقراءته. يقول بهاء الدين ابن النحاس: اليوم شيء وغداً مثله من نخب العلم التي تُلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. كل حلقة مفردة واحدة من مفردات القرآن الكريم ومع الزمن يصبح لديك قاموس واسع جدا من معاني القرآن الكريم. هنا في آخر سورة النجم يقول الله سبحانه وتعالى: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. كلمة وأنتم سامدون كلمة سامدون كلمة غريبة. ربما كثير ممن من يسمعها لا يعرف معناها. وأنتم سامدون. سامدون معناها لاهون من اللهو في غفله ومنه قولهم سمد البعير اذا كان ماشي وعنقه الى الارض راسه الى الارض فقالوا سمد البعير كانه ماشي وغافل ولاهي واذا رفع راسه فهو منتبه فقوله وانتم سامدون هنا يعني وانتم لاهون وبعض المفسرين يذكرون ان من لغات بعض قبائل اليمن أنهم يقولون للجارية أسمدي لنا يعني غني لنا يعني من الغناء والطرب وهو نوع من اللهو فإذا وأنتم سامدون في قوله سبحانه وتعالى هنا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون يعني وأنتم غافلون لاهون عن ما يراد بكم وعن ما سوف يؤول إليه أمركم في الآخرة فاسجدوا لله واعبدوا معناها أنه الصحو والانتباه من هذه الغفلة لا يكون إلا بالعبادة واغتنام الأوقات في العبادة الله سبحانه وتعالى حتى ينجو الإنسان من الغفلة فإذا وأنتم سامدون هنا هي معناها وأنتم لاهون غافلون مأخوذة من السمود وهو اللهو بمعناها العام لكن الذين يفسرون بعضها وأنتم يعني سامدون أنها من الغناء فهو نوع من أنواع اللهو وهو يكاد يكون يعني تفسيرا بخاص من المعنى العام إذا وأنتم سامدون اتضحت لنا أيها الأخوة والأخوات أن المقصود بها الله بمعناها العام وأنتم سامدون إلهون وهذه كما يقول بعض المفسرين وكتب غريب القرآن أنها لغة من لغات قبائل اليمن لأن اليوم لا أحد يقول للغناء أو لله سمود هذه تعتبر يعني كلمة اليوم غريبة من الكلمات التي لا تستخدم وإنما موجودة في هذا الموضع الوحيد في سورة النجم في القرآن الكريم في أمان الله لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله